عبد الله سعيد مهم لدرجة الحيرة في إيجاد البديل، هل الكابتن طارق يحيى عرف يلاقي بديل لعبد الله سعيد ولا لا؟ نسمعه. أنا شايف مؤمن زكريا. مؤمن زكريا؟ يبقى هو اللي تحت رأس الحربة؟ هو اللي تحت رأس الحربة. بيشتغلها كويس واشتغلها كتير جدا في أندية كتير قبل ما يروح النادي الأهلي معايا مثلا على سبيل المثال. كنت بتلعبه في الحتة دي؟ طبعا. وعنده تحركات فطرية أنت ما تقولوش عليها. هو بيتحرك كويس والولد بس وبيوصل لل 18 بيجيب الجوان. فانت محتاج لعيب في مهاره مؤمن وفي خفه حركته. بس انا اختلف معاك في طريقه مشكله. في لعيب انت لو حطيته في تحت وانت عايز تكسب ممكن صالح جمعه يعملها، بس صالح يا كابتن مش هيروح للجون زي مؤمن. يعني عدد مرات اللي وادي له فتره ما لعبش 90 دقيقه بالظبط، عدد مرات الوصول لمرمى المنافس الطارق هتبقى قليله بالنسبه لصالح. رغم ان هو جاب جون في ماتش النجم الساحلي مفيش مشكله، لكن انا بكلمك على عدد مرات المراحل الجون والتاثير من الناحيه الهجوميه في منطقه الجزاء المنافس. لا هو انت كابتن مدحت في ثواني ايه متطلبات اللي هو شادو سترايكر اللي هو زي عبد الله كده يصنع يخش بتاع يربط مع الثلاثي الهجومي ان هو يقرا بالعين. انت عاوز واحد حس دي ان يحط لك ستروب باس يستلم ويحط يستلم ويحط. الحاجه الثانيه مؤمن يعمل ده، هو راجل ده. الحاجه الثانيه ان هو يجيب الاهداف زي ما عبد الله ما جاب كده بالظبط. اهو كابتن عشان ما اكونش مصطفى فتحي خلاص يشتغلها. مين؟ مصطفى فتحي. مصطفى فتحي ما حدش جاب سيره مصطفى. مصطفى لعيب مهم، مصطفى كمان ممكن يشتغل واتصور ممكن يبقى له دور قوي حتى لو كبديل. انت محتاج مهاره كبديل في الماتش ده. مهاره مو ايه تفك ليش. طيب رأي تاني اهو، يعني مؤمن زكريا وعدد اي كل دي لعيبه هايله وتنجح. ما هو مش معقوله يعني ان لو غاب لعيب مش هنلاقي له البديل يعني، انما هي معناها ان لما يكون لعيب ده بيثير كل هذا الكلام، هذه قناعات كل المدربين اختلفوا على البديل ولكن اتفقوا على قيمه عبد الله سعيد. صحيح.